السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم من معرض البناء السعودي. انا دلوقتي في البوث الخاص بشركه ذا فيرست سيستم. الباشمهندس هيدلنا فكره عن مشاركتهم النهارده في المعرض. اتفضل يا باشمهندس. يا مرحبا دكتور، حياك الله، اهلا وسهلا. طبعا احنا عندنا منتجات اكثرها تكون كاست ان سيتيو او تنصب في الموقع، هي اغلبها منتجات ديكوريه، تمام؟ بس الفكره عنها بدل ما انها تتقدم كبلاطات او كش اسمها، لا نحن نشتغلها في الموقع هناك. طبعا في عندنا حلول في الطريقه هذه، تقدر تحل مشاكل كثيره عندك. على سبيل المثال، اذا انت تبغى مثلا هذه الارضيات وتبغاها تكون ديربل او تبغاها تكون عمليه اكثر، فنستخدمها بدال التايز. ليش؟ عشان في اكثر من نقطه، من ضمنها زي ما شرحت قبل شوي اللي هي مشكله الصيانه. انت لما تاخذ الارضيه هذه يكون معها كود معين، حتى لو تجي بعد 15 سنه 20 سنه تلقى نفس الكود بنفس الالوان بنفس التفاصيل. هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه، تقدر تشكل الارضيه زي ما انت تبغى، تسوي لها اي ديزاين انت تبغاه. طبعا في منها اشياء داخليه، في منها اشياء خارجيه، كل مشروع وكل على حسب المطالب. طبعا اغلب المنتجات اللي عندنا، بما انكم القطاع الهندسي يحب الامور هذه، كلها تدعم مشاريع الليد او الليد سيرتيفيكيت، يعني تعطيكم بوزيتيف بوينت على ما قالوا. بس انا عايز اسالك على نقطه، موضوع ان انا بعد 25 سنه ممكن بنفس الكود اللي انت تديهوني، تمام، اوصل لنفس الدرجه من الخامه اللي انا اشتريتها بالظبط. نعم صحيح. أوكي. ليش؟ لان انت عندنا تقدر تتحكم باي تفصيل تبغاه في الارضيه. على سبيل المثال، تقدر تختار هذه البحصه مثلا. الازرق الفاتح تقول له انا ابغاها كلها تكون ازرق غامق. مقاس البحصه، السماكه حقت الارضيه، البراس وايش لون البراس اللي انت تبغاه، تبغى الارضيه لمعه، تبغى الارضيه نص لمعه، لك الخيار كامل. يعني الاند يوزر يقدر يعمل اي كاستمايزيشن خاص بيه، يقدر توفره له في الشركه. نعم صحيح بالضبط. ننتقل لسيستم معين تسمح لنا. طبعا هذه احد السيستمز اللي هي حقه الجدران عندنا. كمان هذه الماده اسمها ستوكو. ستوكو اغلب الدهانات الموجوده عندنا اللي هي تكون اكريليك، تمام، او تكون اسمنتيه. هذا يكون منتج بين المواد الاسمنتيه، او مزيج بين مواد اسمنتيه ومواد اكريليكيه. الفكره منه انه او مميزاته انه بعمر المبنى، حتى مستقبلا تبغى تغيره ما يحتاج تشيله القديم، تقدر تشتغل دايركت فوقه. والنقطه الثانيه انه ما يتاثر بالمويه، لان فيها نسبه اسمنت مره عاليه، بالعكس ممكن المويه تكون تقوي اكثر من انها تضعفه. ويجي بعده اشكال، يجي هنا زي الشكل الاول يكون معه زي القش مثلا، اذا كنت حاب كذا تطري بشكل هيريتج، او مثلا هنا يكون في بعض الحجاره، حلو، وتقدر تستخدم او تقدر تستبدل الحجاره بزجاج او بمرايا او باي نوع من انواع الاحجار. تقدر تخليه سموث او ناعم مره زي كذا مثلا. طبعا في منه الوان كثيره. هذه الالوان عندنا 48 لون اسمنتي، طبعا يعني تعتبر هذه ميزه بالالوان الاسمنتيه، لان غالبا ما حد يستخدم الالوان الاسمنتيه اكثر من 12، لانه صعب خلطه وصعب الوصول للون لها. يعني يقدر المستخدم ياخذ اي لون هو حبه. نعم. ان شاء الله يلاقيه متوافق. صحيح بالضبط. طبعا ننتقل للسيستم اللي هو 711، اللي هو خاص للمسابح. طبعا هذا السيستم كله يكون فيه حبيبات زجاج زي ما انت شايف مهندس، دكتور عفوا، تمام. هذه ايش فكرتها؟ فكرتها انها تعطيك ريفلكشن او انعكاس الاضاءه للمسابح، فيكون شكل المسبح مره رائع. طبعا تنصب صب، اذا تسمح مهندس، في هنا عندنا عينه ممكن تشوفها. كذا راح يكون شكله في السويمينج بول. طبعا زي ما قلنا، تقدر تختار لون الخلفيه، تقدر تختار نوع او لون الحجر او اللي انت تبغاه، فهمت شلون الفكره؟ او عفوا الزجاج اللي انت تبغاه، والمقاس حقه، كل المواصفات تقدر تختارها انت في جسمه. هذا الشكل يعني جسمه. في عندنا الخرسانه المطبوعه او الخرسانه المطبوعه طبعا، ولو تلاحظ هنا شكلها جدا طبيعي نوعا ما، لان مسوينها بشكل مات. طبعا تقدر تختار لون الخلفيه، تقدر لون تختار لون التعتيق اللي احنا معتقين فيه، وتقدر تختار الحمايه حقتها تبغاها جلوسي او مات. هنا الاكسبوز اجري، طبعا هذه كلها تعتبر هارد سكيب، يعني برا وتنشغل تنصب في الموقع عندك صب على حسب شو اسمه. الاكسبوز اجريجيت تقدر تخليه مع حجر، تقدر تبغى تخليه زجاج تقدر تخليه زجاج، تقدر تخلي البحث حقه تكون مره فاين ناعم. أيوة. نسميه احنا ستاند كريت. طبعا تختار الخلفيه، تختار لون البحص اللي انت تبغاه،
تختار الارضيه لامعه او لا. القطع الاخيره هذيك فيها صدف، قطع صدف احنا حاطينها مع الموضوع، فعندك كل الخيارات متاحه عندك بالبيت اسمه. طيب ايه ثاني ممكن نشوف وانتم عارضين النهارده؟ في عندنا هنا الستين والستنسل، هذه طبعا عينات احنا حاطينها سمبل مره. اوروبا في امريكا دائما الاماكن التجاريه بالاخص السوبر ماركت الجروسري ستورز الاسواق الامور هذه عشان يوفرون في التكلفه يصبون الخرسانه بعدين يبدون يعالجون الخرسانه. الفكره من ايش؟ الفكره منها ايش؟ الفكره منها عشان تكون الارضيه عندهم هيفي ديوتي مره او قويه مره، فهذا المنتج يلون تقريبا اول 3 سنتي من الخرسانه بعد الصب، يعني تصب خرسانه، صب خرسانه في الاول تسوي لها جلي اوكي تقريبا، بعدين تجي ترش الماده هذه تلون لك اول 3 سنتي. ايش الفكره منها؟ الفكره منها لا قدر الله لو يطح شيء، لو طح حاجه ثقيله على الارض وانكسرت الطبقه اللي فوق يبين عندك ان الارضيه ما فيها اي مشاكل. صحيح، الفكره هذه تقريبا التكنيك. عندنا برودكت جديد اللي هو الفليك، هذا هذا يكون هذا اغلب شيء او بدايه الفكره كانوا يستخدمونه في الكراجات حقت الباركينج السيارات، فكره ان اذا كب زيت كب حاجه ما تبين تمام. بعدين تطور صار حاجه ديكوريه اكثر من اي شيء ثاني. طبعا تقدر تستخدم فيه خشب، تقدر تستخدم فيه كل كوارتز اللي هو احد جزيئات الرمل، تقدر تستخدم فيه في يعني اشكال الى ما لا نهايه. تمام اوكي تقريبا. هذا الارتكريت تقريبا. اعتقد ان كل بوينت. المهندسين هيحتاجوا اي شيء ان شاء الله هتلاقوه شباب في فيرست سيستم بيزنس حاضرين لكم والله. وفي عندنا الريزن بوند، طبعا احنا اول شركه او شركه كرياتيف اللي احنا نتعامل معها، عفوا اول شركه انتجت الريزن بوند اكستيرير خارجي okay. تمام، فغالبا هم كانوا يخلطونه كله مع ايبوكسي ويستغلونه داخلي، فالايبوكسي دائما ما يكون UV، ف عشان تستخدمه خارج تستخدم خليط او بلند ثاني مختلف، فاحنا اول شركه اشتغلنا فيه. تقدر طبعا تختار نوع البحث اللي انت تبغاه، النكس اللي انت تبغاه، مثلا تبغى تخلط اكثر من نوع بحث، تبغى تحط الكوارتز اللي حق جزيئات الرمل، تبغى تحط اكثر يعني اصفر ابيض اي شكل، يركب على سماكه 12 ملي وكاستن ستيو ينخلط في الموقع عندك وينفرد. طبعا ميزته هذا ان المويه او مياه الامطار كلها تمشي تنزل تحت وتروح للدرين، يعني في له تكتيك معين كمان في هنا المايكرو سيمنت، بما انه صار ترند الفتره الاخيره، هذا التوب كريت اللي يسمونه التوب كريت سيستم، التوب كريت طبعا هذا الاصلي او هذا الاول يعني هو اللي يسمونه توب كريت، بعدين في شركه بدات يسمونه توب كريت تمام. هذا كمان بعد شركه اللي احنا نتعامل معها اللي كرييتيف كونكريت تنتج من عام 2000 تقريبا، وهي اول شركه تعتبر، او في مقولات تقول ان اول شركه تنتج، عباره عن اكثر من طبقه بوندنج، طبقه ربط بين الخرسانه القديمه والخرسانه الجديده، وبعدين تبدا تشتغلها كفنش. وطبعا في كمان تقدر تشتغل السيستم اوفر، يكون اوفر تايلز يعني على البلاط، اذا موجود عندك بلاط قديم او حاجه تقدر تستغله فوق البلاط. تسلم باشمهندس، الله يعطيك الف عافيه والف شكرا ليك. وشباب كل الناس لو محتاجين اي شيء ان شاء الله هتلاقوه في فيرست سيستم، نورت موجودين هم في معرض يا مرحبا نورت الرياض، والسلام عليكم. حيا.